السادس التي غاب عنها زوجها، التي غاب عنها زوجها، امرأة غاب عنها زوجها، فقد زوجها، فهذه كم تعتد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يفرق بين من كانت غيبته غالب الغيبة السلامة فإنها تعتد مدة، ذكر العلماء بأن تعتد مدة 90 سنة من ولادته، ويذكرون في هذا آثار عن الصحابة. تنتظر طبعا، تنتظر أحسن، تنتظر مدة تنتظر مدة حتى يكتمل عمر المفقود 90 سنة. وأما إذا كان في طريق غالبه الهلكة كحرب أو فتنة قالوا تنتظر 4 سنين، وهذه آثار يعني محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح بأن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، لأن المرأة إذا جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر مع وجود الزوج فمن باب أولى أن ترفع الضرر إذا كان الزوج مفقودا، ولا فرق بين طريق غالبه السلامة أو طريق غالبه الهلك، هذا هو الراجح. فلو أن امرأة غاب فقد زوجها مثلا في حرب أو فتنة أو ذهب البحر مثلا فقد أو سافر ولا يعلم له خبر، فإن المرأة إذا أحبت أن تنتظره انتظرته، وإذا أرادت مفارقته رفعت أمرها إلى الحاكم القاضي يعني، والقاضي هو الذي يحكم بهذا، القاضي هو الذي يحكم بهذا.